السلام عليكم. حلقتنا النهارده فيها موضوعين غايه في الاهميه. الموضوع الاولاني وهو سر الاختفاء الغير طبيعي للمستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور بعد ما كان بيظهر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك، المستشار مرتضى منصور اختفى تماما، حتى ما طلعش يهنى المصريين وجماهير نادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك بعيد الاضحى المبارك. اختفاء تام للمستشار مرتضى منصور. ده موضوعنا الاولاني اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه. موضوعنا التاني وهو سر الغضب بتاع تلات لعيبة مهمة وتلات نجوم بيلعبوا في تيم نادي الزمالك حاليا، غضب غير طبيعي بسبب نادي بيراميدز. يا ترى ليه اللعيبة دي غضبانة وايه سر غضبها بسبب نادي بيراميدز؟ حلقتنا مميزة جدا جدا جدا، بشرط تخليك معانا لنهاية الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اصدقائي مشاهدي ومتابعي برنامج بعد الماتش. النهارده معاكم في حلقه جديده، بس في البدايه لو زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وملخصات وتحليلات ما بعد مباريات نادي الزمالك، فاكيد هيسعدنا اشتراكك معانا في القناه وتفعيلك لزر الجرس، وفي نهايه الفيديو لو الفيديو عجبك اكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. موضوعنا الاولاني وهو ان في ثلاث لعيبه عندهم غضب كبير جدا من اداره الزمالك سبب نادي بيراميدز. الثلاث لعيبه دول هم محمد ابو جبل وعبد الله جمعه ومصطفى فتحي. يمكن مصطفى فتحي مش بيلعب في الزمالك حاليا ولكنه على قوه نادي الزمالك. طيب ليه الثلاث نجوم دول غضبانين بسبب نادي بيراميدز؟ طبعا نادي الزمالك بيحاول يجيب صفقات وبيحاول يعمل صفقه تبادليه ضخمه مع نادي بيراميدز. سمعنا ان الصفقه التبادليه دي هتكون مصطفى فتحي ومحمد ابو جبل مقابل نبيل عماد دونجا واحمد ايمن منصور، اتنين لعيبه من هنا واتنين لعيبه من هنا. انما لعيبه نادي الزمالك مصطفى فتحي ومحمد ابو جبل، وحتى قبل كده لما كان في كلام على عبد الله جمعه، التلات لعيبه دول غضبانين ومش عاوزين يروحوا نادي بيراميدز، رافضين انهم يروحوا نادي بيراميدز ورافضين ان هم يدخلوا في صفقه تبادليه ويسيبوا نادي الزمالك. هم اولا رافضين المبدأ، ثانيا هم رافضين انهم يمشوا من نادي الزمالك حتى لو هياخدوا فلوس اكتر، حتى لو هياخدوا فلوس اكتر، لان تجربة احمد فتحي وعبد الله السعيد وشريف اكرامي ورمضان صبحي، التجربة دي هم شايفينها تجربة اتحكم عليها بالفشل، لان الكرة لعبة جماهيرية، الكرة جمهور. مهما كان عندك فلوس ومهما كان رصيدك من الاموال في البنك، ولكن الجماهيرية ليها طعم مختلف، مش هتعرف تشتريها بالفلوس والنجومية والإعلام والأضواء اللي متسلطة عليك باستمرار، دي بتمن أعتقد مش هتقدر تشتريه بالفلوس. ويمكن كلنا شفنا رمضان صبحي مع رامز جلال في حلقة رمضان، رغم الأموال الكبيرة اللي خدها رمضان صبحي من انتقاله من الأهلي لبيراميدز أو من ستوك سيتي لبيراميدز، ولكن رمضان صبحي مفتقد جمهور ومفتقد دعم ومفتقد اعلام ومفتقد يعني اللي هو الصخب الاعلامي اللي بيبقى حوالين اللعيب. فلعيبه نادي الزمالك خايفه من كده، خايفه انها تروح بيراميدز. هياخدوا فلوس ولكن الضوء بتاعهم هينطفي، الجماهيريه والنجوميه بتاعتهم هتنطفي. فابو جبل ومصطفى فتحي وعبد الله جمعه رافضين تماما انهم يدخلوا في صفقه تبادليه مع نادي بيراميدز، بالاضافه ان ابو جبل شايف ان جمهور الزمالك بيتكلم عليه كويس وبيقول ان هو الحارس الاساسي للزمالك، وعبد الله جمعه نفس الكلام، شايف ان هو فرصته بعد العوده من الاصابه هتبقى قويه جدا، ومصطفى فتحي شايف برضه بتالقه مع سموحه ان هو هيبقى ليه دور في الزمالك الفتره اللي جايه. فده كان سر غضب الثلاث نجوم بسبب الصفقات التبادليه. يا ترى الزمالك هيعمل ايه؟ يا ترى اداره الزمالك هتعمل ايه؟ هل ممكن يخش عبد الغني ومحمد عواد في الصفقه التبادليه؟ لسه مش عارفين. الفتره اللي جايه هتجيب على كل هذه التساؤلات. تعالوا بقى ندخل على موضوع المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور من المعروف ان الراجل على طول بيحب يطلع في الاعلام وبيحب يظهر، بيحب يتكلم سواء مع اعضاء النادي او مع جمهور
نادي الزمالك. المستشار مرتضى منصور اتعودنا كل فترة لما بيكون في مناسبة ان هو بيطلع بيهني جماهير نادي الزمالك، مثلا بالعيد بيهني جمهور نادي الزمالك بحلول شهر رمضان. المفروض كان المستشار مرتضى منصور يطلع للجمهور نادي الزمالك ولأعضاء نادي الزمالك ويقول لهم كل سنة وانتم طيبين، زي ما تعودنا السلوجان المشهور بتاع المستشار مرتضى منصور، المستشار مرتضى منصور يهني جماهير وأعضاء نادي الزمالك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. المفروض كان المستشار مرتضى يطلع يقول الرسالة دي، إنما المستشار مرتضى منصور على صفحته الشخصية على فيسبوك وعلى قناته وعلى يوتيوب ما طلعش قال الكلام ده، ودي كانت حاجة غريبة، حاجة عجيبة كلنا استغربنا ليها. يمكن إحنا كلنا عارفين كل حاجة، وكلنا عارفين المستشار مرتضى منصور ممنوع ان يطلع يتكلم في الاعلام، ممنوع ان يظهر في الميديا، فالراجل بيطلع على صفحته الشخصية او على قناته على يوتيوب، ما عندوش منابر تاني يتكلم فيها. انما طبعا الراجل ما طلعش يتكلم. قبل كده كان المستشار مرتضى منصور قال ان في فيديو مهم نازل يوم الثلاث وهيكشف فيه حقائق، والفيديو ده منزلش. وبعد كده قال انا رايح نادي الزمالك عشان خاطر اقابل الاعضاء وقابل اللي مش عارف ايه، وبعد كده رجع في كلامه. شفنا احمد مرتضى وامير مرتضى كانوا خلاص طالعين مع الاستاذ ابراهيم عيسى الصحفي الكبير، وكانوا هيطلعوا معاه في لقاء تلفزيوني، ولكن اتفقوا على كل حاجة، ولكن يوم اللقاء الصبح اعتقد كان اللقاء هيبقى يوم جمعة بعد الصلاة، بعت احمد مرتضى للاستاذ ابراهيم عيسى رسالة وقال له احنا بنعتذر ان احنا مش هنقدر نيجي. ففي امور غامضة في نادي الزمالك، في حاجات غامضة في نادي الزمالك. فالمستشار مرتضى منصور احنا مش قادرين نعرف في ايه. المستشار مرتضى منصور في حاجة غامضة، حتى اخر مرة لما طلع قال انا قعدت مع رجال من الدولة، انا اتكلمت مع ناس مهمة في الدولة، انا راجع ان شاء الله قريب، وبعد كده يختفي، وبعد كده يطلع، وبعد كده يختفي. الموضوع فيه شيء مريب. طب هل المستشار مرتضى منصور في مرض لا قدر الله هو مش عاوز يعلن عنه، ولا هو ما طلعش بسبب حاله نفسيه بيمر بيها؟ في تحليلي الشخصي ان المستشار مرتضى منصور بيمر بحاله نفسيه سيئه جدا جدا جدا، بسبب ان هو الراجل مش متعود على القعده دي، الراجل مش متعود عن العزل اللي هو فيه ده، مش متعود ان هو ما يبقاش في وسط الاعضاء، مش متعود ان هو يبعد عن الاعلام، عن الجمهور، عن الاحاديث الصحفية. فهو حاسس بحالة نفسية، عنده زي ما تقول حالة نفسية سيئة، عنده يعني زي ما تقول كده حرقة بسبب اللي بيحصل له واللي هو بيمر بيه. ده السبب من وجهة نظر الشخصية اللي مخلي المستشار مرتضى منصور زي ما بنقول بالبلدي كده قرفان يتكلم، وقرفان يطلع، وقرفان ان هو يظهر، لان ما اعتقدش ان في حاجة تمنعه ان هو يطلع على صفحته الشخصية ولا على قناته وعلى اليوتيوب. في ناس بتقول ان هو جات له رسائل من هنا او من هنا او من هيئة من هنا او من هنا، ان انت حتى ما تطلعش على قناتك على يوتيوب ولا تطلع على فيسبوك لو انت عاوز ترجع نادي الزمالك. انما انا مش مقتنع بالكلام ده قوي، انا مقتنع بالرأي اللي هو بيقول انه بيمر بظروف نفسية سيئة، وهو حاسس انه هو يعني بالبلدي كده مش رايق، قرفان، عنده مشاكل نفسية بيمر بيها بسبب العزل الإجباري اللي هو بيعيشه اليومين دول. نتمنى التوفيق للمستشار مرتضى منصور، نتمنى عودته في أقرب وقت لنادي الزمالك، لأن المستشار مرتضى منصور جمهور الزمالك ونادي الزمالك من غيره بصراحة عرفنا قيمته، وعرفنا ان احنا كان عندنا رئيس قوي بيجيب حق نادي الزمالك وبيحارب على كل حق لنادي الزمالك. وصلنا لنهاية الحلقة، وفي النهاية لو زملكاوي بتحب دايما تتابع اخبار الزمالك وملخصات وتحليلات مع بعض مباريات نادي الزمالك، فأكيد هيسعدنا اشتراكك معنا في القناة وتفعيلك لزر الجرس. وفي نهاية الفيديو لو الفيديو عجبك أكيد هتدعمنا بلايك وشير للفيديو. أشوف حضراتكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم.